معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه في هذا البلد معاكم توته مراد. هنعمل النهارده اكله مصريه اصيله، انا بسميها بصراحه اكله الزنقات. ليه؟ عشان هحط فيها كل حاجه موجوده عندي. يعني هتفتحي كده درج الثلاجه تشوفي كل الخضار اللي موجود، تحطيه مع اللحمه او الفراخ او حتى اي او كده قرديحي من غير لحوم، ويبقى طاجن تورلي معطب. وصفه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، مكوناتها سهله قوي، وهنعمل كده تتبيله بسيطه قوي ليها تفرق جدا في الطعم. طيب تعالوا نسميه بالله ونشوف طاجن التورلي باللحمه مقاديره عباره عن ايه. معايا كيلو لحمه متقطعه مكعبات، انا بحب التقطيع الصغيره دي، شايفين التقطيع عامله ازاي اهي، ما بتاخدش وقت في السوى، عشان انا مش بحب اسلقها قوي في الطاجن ده، بحب ان هي تستوي في المرقه او في الصلصه بتاعه الطاجن، فبتفرق جدا. فمش عايزه اجيب لحمه تقطيعاتها كبيره فلاقي ان هي الخضار استوى واللحمه عندي لسه بتشد، فانا اصغر تقطيع عندك قطعيها للحمه، يعني ممكن كمان اصغر من دي قطعه تبقى اتنين. معايا كمان خضار بقى كتير بقى، يعني ما تعدوش الخضار، معايا بسله وجزر وكوسه وبطاطس، عايز تحطي ارنبيط حطي، تحطي بتنجان، تحطي اي خضار، في فاصوليا برضو، كل حاجه في درج الثلاجه حطيها. هنحط كمان بطاطس زي ما قلنا وكوسه، ومعايا بصل فلفل رومي او فلفل حامي على حسب، لو حابه الطاجن يبقى مشطشط كده. معايا كمان توم مفروم، زيت وسمنه ملح وفلفل جوز الطيب، وفصين ثلاثه مستكه هنشوح بيهم اللحمه، بيدوا طعم خرافه، يعني مش قادره اوصف لكم. فصين المستكه على قد ما هو مكون بسيط بس فعلا بيفرق قوي في طعم تشويح اللحم. طيب نشغل كده بس نعلي النار عشان عايزه الحله بتاعتي تبقى مولعه. طيب التسبيكه بتاعه الطاجن هنعملها ازاي؟ كوبايتين او ثلاث كوبايات من عصير الطماطم، بصل مفروم، معلقه صغيره ثوم مفروم، قرن فلفل حامي، ومعلقه كبيره من صلصه طماطم، ملح وفلفل. دي كده مقادير ايه التسبيكه. للوش بقى والتكه دي هتاخدوها وتدعوا لي عليها. بعد ما الطاجن يخرج عندي من الفرن، وطبعا النسخه بتاعتي بتستوي وعماله تشكشك جوه، هديها معلقه سمنه متحمر فيها شويه بابريكا، وما اقولكيش بقى اللون وطعم وريحه خرافه. للتزيين بقى شويه بقدونس، فلفلايه حاميه كده حلوه مولعه على وش الطاجن، وتبقى اكلتي خلصت وتمام التمام. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ هجيب معلقه، تعالوا كده نجيب معلقه هنا، نحط شويه زيت صغننين، حبه زيت صغيرين. انا هعمل ميكس بين ايه؟ بين الزيت وبين السمنه. عايز تحطي سمنه نباتي، سمنه بلدي، اي نوع سمنه موجوده عندك، عايز تحطي زبده بقري او جاموسي ممكن برده، مفيش اي مشكله. وناخد اللحمه الحلوه بتاعتي، انا هشوح اللحمه الاول، هتدي نتيجه حلوه جدا جدا. هديها تقلبتين ثلاثة كده وهنزل بإيه؟ وهي بتتشوح أنا مش هزود ملح عشان مش عايزة الملح يأخر السوى عندي، فهعمل إيه؟ هديها رشة فلفل أسود كده حلوة، ونديها بقى إيه؟ فصين مستكة، ودوقي بقى أحلى طعم طاجن. آدي أهو. ونشوح بقى كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. لازم الخطوة دي بتفرق في إيه؟ هقول لكم أنا بتفرق في إيه؟ بتخلي اللحمة طعمها حلو جدا، بتخلي المسام بتاع اللحمة تقفل، فبتلاقي إن اللحمة طريه جدا كده وجوسي، بتخلي كمان اللحمه طعمها متشوح مش ان هي مسلوقه. يعني في ناس ممكن تعمل طاجن التورلي ده باللحمه المسلوقه، حلوه مش وحشه، بس الخطوه دي بتفرق قوي فيها. شويه فلفل اسود زي ما قلنا، مع فصين ثلاثه مستكه، عايز تحطي حبهان حطي، تحطي ورق لورا. ريحه المستكه خرجت عندي على طول، وانا مش شامه اي ريحه زفاره خالص في اللحم. طيب وانا عندي اللحمه بتتشوح، تعالوا كمان نبتدي في التسبيكه عشان يبقى كله عندي مع بعض. طيب انا اقدر اشوح اللحمه الاول وبعدين انزل بالبصل، واقدر ان انا اشوح البصل الاول وبعدين انزل باللحمه، يعني دي او دي ما فيهمش اي مشكله، بس انا بحب خصوصا في طاجن التورلي ان انا انزل باللحمه الاول تتشمع كده وتاخد تحميره حلوه، بعد كده انزل بالبصل، يعني دي او دي انت براحتكم انتوا. تعالوا بقى كمان نشغل عشان التسبيكه. تسبيكه الطماطم التقليديه جدا، ما فيهاش اي حاجه مختلفه ولا فيها حاجه يعني معضله تقلقك ان انت تعمليها. بصوا بقى، اقدر ان انا اضيف بصل مفروم تمام في الوصفه دي، او بصل متقطع التقطيعه دي، يعني دي او دي تمام. انا بقى هعمل ايه؟ هاخد ميكس تشويح مع اللحمه، شويه من دي وشويه من دي، يعني اختياري، عايز تحطي ده بس ده بس مفيش مشكله. واللحمه عندي بتتشوح، هنزل بشويه من البصل ده وشويه من البصل ده، ونقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض.
كل ما تشوحتي اللحمه كويس وكملتي تحميرها مظبوط كل ما هتديكي طعم احلى واحلى. على ما نجي انزلها كده على طول واروح حاطه التسبيكه والخضار والكوسه والكلام ده احس ان الموضوع كده مسلوق شويه. فالخطوه دي بتفرق قوي عموما على فكره في اي طاجن، يعني هتعملي مثلا طاجن باميه باللحمه، طاجن كوسه، بس بطاطس برده، كل الكلام ده خطوه التشويح مع بقى فصين المستكه يخلوا الطاجن ريحته حلوه جدا. شوح كل الكلام ده، وبرده هبتدي عندي هنا في التسبيكه معايا شويه زيت. طب ننزل بقى باقي البصل هنا، ممكن ننقل الناحيه الثانيه دي اهو، لا عندي هتنجزني اكتر اعمل كده. خلاص اشتغلي بقى اهي. يبقى عندي عملت ايه، جبت حته سمنه شويه زيت صغيرين، ممكن تعملي سمنه بس او زيت بس، شوحت اللحمه مع فصين مستكه وملح، ما حطيتش ملح، وفلفل اسود، وحطيت البصلايه. هفضل اقلب لحد ما تاخد، يعني انتوا في البيت قلبوا لحد ما تاخد لون ذهبي حلو، تحسي ان لون اللحمه كده كانها مستويه، كاني لما مثلا بنسلق لحمه واجي احمرها بعد كده مثلا للفته بتبقى كلها لونها ذهب. انا عايزه اوصل في التحمير للمرحله دي عشان تديكي طعم حلو. نفضل نقلب كده، هدي كمان سنه سمنه نونو خالص صغننه مع ايه البصلايه. يبقى حطيت عندي انا لسه هعمل هنا التسبيكه، حطيت ايه، حطيت البصل، هيدبل حاجه بسيطه، وبعدين ابتدي انزل بالثوم. ممكن انزل كمان في الثوم في الطاجن بسنه الثوم دلوقتي وشويه الفلفل. بص الثوم قد ايه، هنزل بقى قد ايه، حته صغيره خالص مش اكتر من كده، وادي الفلفل، وشوحي بقى كل الكلام ده. يا صباح الهنا يا مدام سهام. صباح الخير يا قمر. صباح الهنا والسعاده حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. وانت عامله ايه يا حبيبه والله قلبي؟ والله كتير طول ما انا بسمع صوتك الحلو ده، وانا بتشرف وبشوف وبسمع صوتك وكل حاجه. روح قلبي ربنا يكرمك ويفرح قلبك. يا توته والله حبيبتي، والله ربنا ما يحرمني منك ابدا. تعيش تعيش يا حبيبه قلبي. وبكلم محمد واستاذ سباعي وآية كل اللي عنده كلهم والله بيسلموا عليك، كل سنه هم طيبين وانت طيبه يا رب، اكسهم شر المرض يا رب يا رب اللهم امين. طمنيني صحتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا رب، دايما نحمد ربنا على طول حبيبي. الحمد لله حبيبتي يا مدام سهام، صباحك هنا وسعيده. صباحك يا قمر حبيبتي، صباحك زي الفل. طيب عملنا ايه؟ حطيت ملح، حطيت مصممه ان انا حطيت ملح، فلفل اسود ومستكه، شوحت البصل بتاعي مع اللحمه، اديت شويه الفلفل، بصلايه كده صغنونه مكعبات، او نحط كله بصل مفروم مفيش مشكله. بصوا بقى اللحمه عندي مفيش ميه ازاي في الطاسه في الحله اهو، شايفين؟ بصوا الريحه اصلا لوحدها، لو زودتي شويه ميه كده، بق ميه بق ميه، خلاص بقى عندك احلى طاجن لحمه من غير اي حاجه. بس احنا عايزين حاجه ايه تدي كميه معينه، مش عايزه الموضوع يبقى مكلف ان انا اعمل طاجن لحمه كده بطوله، لا عايزه اديه شويه خضار كقيمه غذائيه، وكمان عشان ياكل، يعني اعمل الطاجن مثلا كيلو لحمه هيعمل لي طاجن محترم كبير. هعمل ايه دلوقتي؟ انا بشوح البصلايه، بصلايه التورلي او تسبيكه التورلي ما ينفعش تبقى نيه، يعني ما ينفعش انا اروح ضاربه عصير طماطم كده واروح نازله بيها الخضار، طعم الخضار مش هيبقى حلو، الطاجن سهل جدا ان هو يحمض منك، فبالتالي لازم طماطم او التسبيكه بتاعه التورلي تبقى متسبكه مش تقيله، يعني مش هتبقى تقيله قوي يا لا يبقى ان هي غمقت خالص، لا تبقى متسبكه مظبوط عشان تديني نتيجه حلوه. طيب زي ما قلنا لو انا هقطع اللحم مكعبات صغيره يبقى هقطع تقطيع الخضار عندي كله نفس التقطيع، عشان لما اجي اقدم الطاجن لحد يعني يبقى عاملاه مثلا لضيوف لازم تبقى التقطيع عندي بالشكل ده، ما الاقيش الكوسايه كبيره البطاطسايه صغيره، لا كمان الكوسه من الحاجات اللي بتستوي بسرعه قوي، فبالتالي قطعيها كبيره شويه، ممكن البطاطس قطعيها اصغر لكن الكوسايه خليها كبيره شويه عشان ما تتهريش منك. طيب هنزل في المرحله دي في ايه؟ معايا كده الخضار اهو، والبطاطس هصفي بس الميه بتاعتها، والبيك بوس بقى بتاعنا اللي هيعمل شغل عالي جدا. احط بس عيني رايحه للطاجن للفلفل الحامي ده، فهاخده برضو احط منه هناك. تعالوا بقى كده، حاضر يا استاذ سباعي، هنزل بده كده عندي، وادي تقليبه، كل الخضار اللي يخطر على بالك حطيه في الطاجن ده. يعني انا حماتي حبيبه قلبي طبعا بقدم لها احلى تحيه، تحط فيه بتنجان، ودي كانت حاجه جديده بالنسبه لي
ان في بتنجان بس بتحط طعمه زي السكر. هستخدم لا انا اخد مدام ناديه الاول بقى، هسيب الكيس. صباح الهنا والسعاده. الفل والخير يا مدام ناديه، عامله ايه؟ القمر. انا مبسوطه ان انا بسمع صوتك ان انت بخير، والله دي بالدنيا كلها. اخيرا اخيرا انقذني القدر. حبيبه قلبي دايما كده يا رب في احسن صحه قولي يا رب يا رب. قولي يا رب يا توتة، امر اللي يقول يا رب ما ينضم ابدا. ونعم بالله صح والله. ربنا يعينك. والله انا دايما حاسه ربنا قدامي وكل شيء بجد. حبيبه قلبي ربنا يكرمك ويزيدك من فضلك. والله لو الناس كلها هتعمل كده الدنيا هتبقى بخير بجد والله. صح والله عامله ايه وايه الحاجات الحلوه دي؟ اعتقد انطر لي حاجه كده بقى على قديمه. انا عجبني قوي الفراخ اللي كانت عامله زي الفشار دي. دي كانت جميله امبارح. اسمها ايه عشان انا جاهله في الحاجات؟ لا يا روحي أيوة. ده انت سبت الناس كلهم والله. الله يخليك حبيبه قلبي. اسمها سويت شيلي. ايوه سويت شيلي، سويت شيلي صوص. حاجه دلعه كده من بتاع اليومين دول بجد والله. انت كل حاجه حلوه بتعمليها حبيبه قلبي، كل ربنا يكرمك. حاجه ما عملتهاش انا عنيا ليكوا والله. انتوا بس امور وانا عنيا ليكي. ربنا يخليكي لينا، انت محبوبه وليكي جمهور كبير والله. حبيبه قلبي ربنا ما يحرمني منك ابدا. زي الاستاذ سباعي بقى ومنور كنترول اهو كل حبايبنا. وايه وقولي لي انت الاسامي طبعا. ايه معنى ايه وباسم وندى ومحمد وطبعا البيج بوس بتاع الكنترول كله استاذ سباعي وهنا حبايبي اللي موجودين يعني الكاميرات طبعا طبعا منورين الدنيا كلها. الله يخليكي. وشيف سيد صباح الفل عليك. كلهم يا حبيبه قلبي صباحوا عليكي والله. بخير طول ما انت بخير. ربنا يخليكي وتسلم ايديكي يا رب. حبيبه قلبي صباحك هنا وسعيد. كل عليكي يا رب. صباحك ورد يا روح قلبي. ركزوا بقى معايا انا عملت ايه. نزلت بالخضار ولسه كنت هتكلم عن الخضار بس هنزل بالتسبيكه. حطيت الزيت او السمنه، شوحت البصلايه خدت لون ذهبي حلو، نزلت بسن الثوم، نزلت بقرن فلفل حامي مفروم، رشه فلفل اسود، واروح نازله على طول بعصير الطماطم بتاعي ينزل ياخد كل الطعم الحلو اللي عندي هنا. انا مش هسيب ولا نقطه اهي. حاضر يا استاذ سباعي. طب هقول لهم كلمه سريعه كده قبل ما ناخد الفصل. انا استخدمت في الوصفه دي خضار من شركه ساندرا، وزي ما انتم عارفين دي شركه خضروات حاجتهم زي الفل. انا استخدمت كيس مشكل فيه بسله وجزر وفاصوليا. تقدري تحطي اي خضار انت عايزاه، ممكن تحطي كمان ارنبيط على فكره هيبقى حلو جدا. والشركه التوصيل عندها مجانا لاي مكان، يعني هتطلبي الاوردر بس هتدفعي حق المنتجات من غير ولا جنيه توصيل، فدي نقطه مهمه. هنزل باقي الخضار كله. يبقى كده ايه، نزلنا بكل الحاجات. انا وديت البطاطس فين؟ نجيب البطاطس حالا عشان الحاجات دي تشوح مع بعض على ما ناخد الفاصل السريع جدا ونرجع ليكم على طول. الطماطم عندي شغاله اهي ولونها حلو جدا جدا وريحتها تحفه. انزل بالبطاطس وناخد فاصل جري على طول نرجع ليكم من تاني نكمل الطاجن، واكون كمان طلعت الطاجن من الفرن. يستاهل ان انتوا ترجعوا على الشكل ده، يعني احسن ما استاذ بقى يرجع عليا انا شخصيا. حته طاجن تورلي متسبك حاجه يعني عظمه، سهل جدا وبسيط، كميه خضار حلوه قوي، اللحمه واخده توابل بسيطه، وهي دي الميزه ان انا مش حاطه توابل كتير لان انا مش بعمل اكل يعني تجاري، لا كل ما عملتي حاجه بسيطه كل ما اديتك طعم حلو جدا. طيب حاجه عندي اتشوحت هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يعني هي بتدخل كلهم في السوا، هروح مديه رشه ملح كده بسيطه ورشه جوز الطيب. وجوز الطيب دي عشان في ناس كتير مش بتحبها فممكن تستغنوا عنها خالص خالص خالص، ولا كاني بقول حاجه يعني، للي بيحبها يعملها يحطها عادي مفيش مشكله. هاني مثلا ربع معلقه صغيره ما تكتروش منها عشان كترها بيمرر الاكل، فناخد بالنا بس من الحاجات البسيطه. طيب الطاجن عندي كده تمام، شايفين الالوان حلوه جدا، الريحه تحفه، خضار كتير كده مالي مركزه، كل نوع خضار انت بتحبيه زوديه على حسب ما انت حابه. في الخطوه دي وكمان التسبيكه بتاعتي كنت اقول لكم اتثبتت، التسبيكه اتثبتت وريحتها حلوه قوي. طبعا انا مستخدمه طماطم مركزه زي ما دايما بقول لكم كل مره، فبالتالي ما خدتش وقت عندي تسبيك على النار. لكن لو انت هتستخدمي طماطم يعني هتضربي طماطم في الخلاط يبقى لازم تستني عليها تعزل شويه وتبتدي الماده الدهنيه تخرج فوق عشان تديني نتيجه حلوه قوي. هعمل تكه بقى للحبايب كده. عندي سمنه اهي،
سمنه، حطيت معلقه سمنه كبيره، وانزل عليها بمعلقه كبيره من البابريكا، وقلب قلب قلب. تعالوا بقى على هناك ونزلي على وش الطاجن. الخطوه دي خطيره، مش قادره اوصف لكم بتفرق ازاي في طعم ونتيجه الطاجن في الاخر. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هنقل الطاجن بتاعي او الحله بتاعتي هنا، جيب بس منديل، وعايزه كمان ايه، تعالى ناخد دي اهي، المفروض نحط ده كده عشان يظبط عندي. بصوا بقى التسبيكه عامله ازاي، بصوا الجمال اهي. انا طبعا هقلب، يعني انت ساعه التقديم قلبي كله مع بعض اهي، خطير. عشان ايه الخطوه اللي احنا حطيناها في الاخر دي توصل للطاجن كله، فانا هدي تقليبه كده بسيطه اهو. عايزين يعني سيبكوا بقى من التقديم اللي احنا عاملينه ده، انت عايزه طبق يكون غويط وتروحي حاطه فيه شويه رز بشعريه وكبشتين ثلاثه من الخضار وبس، محدش يجي جنبك بقى، اقعدي عيشي جوه الطاجن. طيب هنعمل ايه؟ الطواجن دايما لازم لازم اي شغل بعمله في طاجن لازم يبقى سخن جدا. ليه؟ عشان الطاجن بتاعي هياخد وقت كبير على ما يبتدي يسخن، فمش عايزه الاكل عندي يطول وافضل قاعده جنب الفرن والكلام ده. يبقى الطاجن عندي سخن جدا، خارج من الفرن نديله كده يعني دهنه سمنه صغيره، واروح نازله بالخضار عندي هنا اهو. نقرب كده هنا، طبعا انتوا بقى اكيد مش تقعدوا تحطوا بالمعلقه، روح نازلين كده هيلة بيلة على طول، بودي بس الحلة تقيلة. خلاص انا كده يعتبر خلاص. هنبتدي بقى نحط اللحمة بتاعتي بالخضار التورلي كله على بعض، وظبطت الملح طبعا قبل ما ادخله، لاني خلاص الحاجة بتاعتي مش هتاخد وقت خالص، كل حاجة عندي متقطعة صغير، فبالتالي الموضوع يدوبك في الفرن نص ساعة، وكلي بقى احلى طاجن تورلي في الدنيا. هادي اهو، مش عايزة املاه قوي لان لسه هحط عصير الطماطم. سمي بالله بقى وننزل هنا على طول. شوفوا بقى الالوان قرن الفلفل ده، مين هيبقى سعيد الحظ؟ يا سموحه كل صباح الهنا والسعاده. الحلاوه دي وايه يا جماعه؟ يا رب يكرمك يا روح قلبي، انت عامله ايه؟ احلى تورلي من ايد شيف سوسه النهارده. يا رب يكرمك ويفرح قلبك حبيبتي. يا ربنا يخليك يا رب. عامله ايه في المدارس؟ اهو والله اهو، نسال الله التفاهيم. ربنا يا رب، ربنا يعينك يا رب ويعينك يا رب. اللهم امين. الدنيا كلها على حالها يا رب. يا رب اللهم امين يا روح قلبي. احلى شوف احلى صباحك هنا وسعاده. يا رب يخليك يا رب يخليك. صباحك هنا وسعاده يا روح قلبي. نورتيني. سلام يا حبيبي تعالي. شايفين اللون؟ بصوا لون التسبيكه روعه ازاي؟ يعني بصراحه مهما بنعمل من اكلات نرجع برضو نلف نلف ونرجع، ولسه هنعمل لكم بقى نرجعكم للزمن الجميل، الرز المعمر بقى وصينيه البطاطس باللحمه في الصينيه الالومنيوم، مش حاجات بقى الدلع بتاعت الجيل بتاعنا ده، لا عايزين الحاجات تتعمل زي ما كنا بناكلها زمان. انا بقى هشيل دي كده وهنزل هيله بيله اهو. بصوا اللون، شايفين الحلاوه كده هنا؟ طب هل انا هسيبه على كده؟ لا، هزوده شويه ميه او شوربه عشان الموضوع ما يبقاش تقيل قوي. نعمل بس كده عشان الصلصه عندي تدخل في كل الطاجن. واوعوا تنسوا الخطوه اللي انا عملتها في الطاجن ده بتاعه البابريكا، او لو حد عايزها مشطشطه يبقى يحط معلقه شطه. خدوا بالكم ما تخلوش السمنه تسخن قوي عشان البابريكا ما تغمقش منكم وتدي طعم مر، فخدوا بالكم برده من الحاجات البسيطه دي. شويه بقى ميه مغليه كده اهو، وغطي بورق فويل طبقتين او ورقه زبده ورق فويل، ودخليه فرن سخن على 180 الرف الوسط لمده يعني 30 دقيقه مش اكتر من كده، وفي اخر 5 دقائق اكشفي بس الفويل عشان حط دول بقى عشان تبقى كده حاجه من الاخر. شايفين السهوله؟ حاجه كده يعني اكله ما بيتزهقش منها، سهله جدا وبسيطه. الطاجن ده حط دلوقتي شويه رز بشعريه انا على جنب بقى في طبق، وابتدي اكل بقى براحتي. وفيني كمان مخلل، الاكله دي تعمليها جنب رز بشعريه، تعمليها جنب رز حبايه حبايه، رز ابيض ساده خالص هتمشي معاه، يعني مش هتقول لا لاي حاجه جنبها. يا رب كل حلقه عجبتكم. عملنا مع بعض طاجن التورلي باستخدام خضروات ساندرا، حلوه جدا وحاجه يعني ممتازه. طريقه سهله قوي وبسيطه، ما فيهاش حاجه صعبه. ان شاء الله يا رب انتوا كمان تجربوها وتقولوا لي ايه الاخبار. هناخد بقى فاصل سريع جدا ونرجع على طول نكمل فقرات برنامجنا مع بعض.
مستناكم بعد الفواصل ما غفش عليكم. دايما لما بنحب حد بنحب نهتم باكله ونعمله كل اللي بيحبه، بس يا ترى احنا كمان بنهتم بصحته؟ يعني احنا خايفين عليه وبنحبه، بس لازم اهتم كمان بصحته وكميه الفيتامين اللي موجوده في جسمه انها ما تكونش ناقصه، سواء طبعا اهلنا او اولادنا او حتى احنا شخصيا. عشان كده دايما نحافظ على صحتنا وصحه ولادنا ونهتم بيهم ونهتم بنسبه الفيتامين اللي المفروض تكون موجوده في جسمهم ونعوضها دايما بمكمل غذائي. النهارده معانا منتج حلو جدا، هو مكمل غذائي مش دواء، اسمه كولوسيد، واكيد كلكم طبعا عارفينه. فيه فيتامين ا وفيتامين د والاوميجا 3، وده طبعا اللي هيكلمنا عنه اكتر وعن فوائده دكتور مصطفى حامد استشاري امراض الباطنه والصدريه والمستشار الطبي لشركه اي ام دي. برحب طبعا بيه الاول. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا دلوقتي الناس كلها بتبقى قلقانه من ان ابني مش واخد كميه المظبوطه من الفيتامين. طبعا احنا عارفين كل الاولاد ما بترضاش ولا تاكل، واحنا والله ككبار مش بناكل برده كميه الخضار اللازمه او اللي اقدر اخد منها الحصه اللي جسمي محتاجها. فهل هنقدر نعوض ده بكولوسيت او يقدر يفيدني في كميه الفيتامين اللي جسمي محتاجها؟ تمام. انا مبدئيا كده لازم قبل ما اقول الفيتامين ايه هي، لازم اعرف الفيتامين دي بتتكون في جسمي او الفيتامينات دي بتتكون في جسمي ولا انا محتاج اخدها من بره. هنلاحظ ان حاجه زي الاوميجا 3 دي عباره عن دهون غير مشبعه. الدهون دي للاسف نوع دهون ما بيقدرش يتكون في جسمي. معظم الدهون كلها بتتكون في جسمي، بيقدر جسمي يكونها. لكن دي الدهون الوحيده اللي انا محتاجها اجيبها من بره او من مصدر خارجي. يبقى طب محتاجها ليه؟ لانها مهمه جدا جدا في تكوين حاجات كتير جدا هنقولها بعد كده. طيب هنتكلم على فيتامين زي فيتامين د، انا مهم عندي؟ مهم جدا. طب باخده عن طريق ايه؟ بضطر اخده عن طريق الشمس، اللي انا مش بالضروره ان انا اتعرض في وقت معين اكون متواجد في الوقت المعين، في الوقت اللي مش مفروض انزل. مظبوط مظبوط، ده رقم واحد. ده غير احنا داخلين على على موسم الشتاء، فاوريدي كلنا مقفزين زي ما بيقولوا كده. واحد دكتور كمحجبات يعني انا كواحده محجبه هتعرض للشمس ازاي في الشارع؟ فبالتالي اكيد عندي نقص فيتامين د. مظبوط، مع انك انت كمان اوريدي بلد مشمسة. يعني غير بلاد بره مصر الدول الاوروبيه الشمس ممكن بتغيب بالشهور. مش موجوده، لكن فوجئنا ان احنا عندنا نقص في فيتامين د. برضه فيتامين الف لازم اخده من مصدر خارجي. طيب يبقى اذا الثلاثه فيتامين دول او فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 الحاجات مهمه جدا، ودي موجوده في الكولوسيس اللي هو زيت كبد الحوت. محتاجهم؟ انا محتاجهم لانه مسؤولين عن حاجات كتير قوي في جسمي. انا مش مهم مش لازم اهتم بانواع فيتامينات بسيطه جدا وجسمي تكون محتاجه مثلا محتاجه في حاجه واحده او حاجتين، لكن اللي داخل في كذا حاجه مع بعض هو ده اللي انا مهم اركز عليه قوي. يعني الفكره مش مثلا فيتامين لحاجه معينه. مزمد. لا، هو الثلاث انواع فيتامين اللي موجوده في كولوسيز مهمه جدا، وتلاقي دكتور كل فيتامين حضرتك حتى ما بتتكلم عنه في كل حلقه تلاقي متشعب. متشعب يعني جدا. يعني في مناعه، في صحه وجمال، في بشره، في شعر، في عظام، في كوليسترول، في دهون، في حاجات كتير جدا جدا بنلاقي فيها. بنلاحظ احنا لما نروح الصيدليه ولو مسكنا اي مكمل غذائي بنلاحظ ان معظم المكملات فيها حوالي 12 13 نوع فيتامين. انا محتاج جسمي، هل محتاج الفيتامينات دي كلها؟ محتاجها، بس انا اهم حاجه عندي الحاجه تكون تقدر تفيدني حتى لو استمرت عليها ما تضرنيش. الكولوسيس بيقدر يحقق النقطه دي لان بيديني النسب اللي انا عايزها من جرعه الاحتياج اليومي حتى لو استمرت عليها فتره طويله ما تاذنيش. يعني لو انا مثلا يا دكتور حطيت كولوسيس في روتين يومي، مظبوط، اليوم العادي بتاعي، مظبوط، لو فضلت ماشي عليه مده طويله جدا ما يحصلش مشكله، مش هيحصل اي مشاكل عندي لان جسم بيدي الجسم الحاجه اللي هو محتاجها عن اليوم. مفيش حاجه هتبقى زياده، مش حرمي حاجه زياده او ترجع تتخزن او الكلام ده كله. لا، هو محتاج جسم. عشان كده احنا دايما بنقول اختلاف الجرع باختلاف احتياجات الجسم على حسب السن، لان احنا بنقول ان الكولوسيز لكل الناس مش لناس معينه، مش لصاحب مرض معين. لا، الكولوسيز ده مكمل غذائي مش دواء، فبالتالي بياخده كل الناس. ناكد يا دكتور على موضوع ان مكمل غذائي مش دواء. مظبوط. ممكن دلوقتي يكون بيسمعنا فيقول مثلا انا خلاص بقى ولا هاكل خضار ولا هاكل فاكهه وهسيب الادويه بتاعتي على حس ان انا هاخد مكمل غذائي فهيظبط نسبه الفيتامين في جسمي. ده مش صح تماما، زي ما دكتور مصطفى قال مكمل حاجه بتكمل احتياجاتي اليوميه لجسمي اللي انا مش قادر اخدها او نتيجه نظام حياتي او نتيجه لاختلاف طريقه اكلي والكلام ده كله. فبالتالي الكولوسيس بيقدر يامن النقطه دي بلس اكلنا المعتدل، وبقولها المعتدل، وبلس اذا كنت انا صاحب مرض مزمن العلاج اللي انا باخده
عادي جدا جدا وصفه له الدكتور بتاعي. بنفضل مكملين فيه في نفس الخط يعني، ما سيبش العلاج بتاعي واقول مثلا انا باخد مكمل، او مثلا في حد ممكن يعتمد يعني مثلا تكون ام بتسمعنا تقول خلاص انا هدي لابني الكولوستيزم. طبعا زي ما دكتور مصطفى دايما بينوه ان هو من عمر سنه، يعني اقدر الطفل اللي عنده سنه افضي كبسوله او افضي اللي فيها على لبن او ميه او عصير، ما بيتفاعلش ابدا مع الحاجه يا دكتور اللي هيشربها، وبالتالي هبقى اديته الحصه المناسبه. مزبوط. اللي جسمه محتاجه، اللي جسمه محتاجه بلس اكله اللي بياكله عادي جدا. لسه كنت اقول نقطه الاكل، ان انا ما اديلوش المكمل واقول خلاص بقى مش لازم ازن عليه ان ياكل خضار، مش لازم ازن عليه ان هو يشرب لبن، لا لازم بيكونوا الاثنين ماشيين في نفس. مظبوط. وبالذات ان انا ممكن اركز على نقطه ان انا اخد كالسيوم وفوسفور بطريقه كويسه جدا وانسى فيتامين د اللي اوريدي احد عناصر مهمه في الكروسيز عشان يقدر يخليه يسحب يمتص الكالسيوم عن طريق الامعاء وعن طريق الكلام ده وتترسب على العظام. فبالتالي انا محتاجه جدا جدا فيتامين د عشان اقدر احقق فايده الاكل اللي الام بتحارب في اليوم عشان تقدر تديه لابنها، او انا بحاول ان انا اجيبه لبيتي عن طريق ان انا اقول لا اقدر لازم اكلهم اكله سمك، لا ده انا مقصر في الموضوع ده، ان انا مثلا عايز اوميجا 3 عشان فيها سمك موجوده في السمك والكلام ده كل مصادر بحريه، فانا بقول له لا انا مش عايزك ما تشيلش نفسك فوق طاقتها اوريدي. الكولسيز كمكمل غذائي هيقدر يسندك في النقطه دي. يعني العلبه كلها اوفر من اكل السمك والله. يعني السعر دايما احنا يعني احنا كمصريين اول ما ادخل الصيدليه اشوف مكملات غذائيه بروح مديه ظهري وخارجه على طول بسبب الاسعار الخزعبليه بتاعت المكملات الغذائيه بتكون مستورده كمان مش مصري، فبالتالي نلاقي منتج مصري واخد تصريح اللازم موجود في الصيدليه. مش بس في فيتامين واحد، ده ثلاث انواع فيتامين مهمين جدا جدا. طب يا دكتور دول اكتر فيتامينات مهمه للجسم. مظبوط. اكتر ثلاث مكملات غذائيه. ليه بقى؟ نتيجه تشعبهم زي ما انت حضرتك قلتي بالظبط، انه بيفيدوني في حاجات كتير جدا جدا. طاقه وحيويه ونشاط زي ما كلنا عارفين، اربع اضعاف الطاقه اللي هيدهاني الجلوكوز اللي انا بجري في اكلي عشان اخده، المناعه اللي انا محتاجها كتير جدا جدا اليومين دول. انا محتاج المناعه يا جماعه عشان خاطر الفيروسات والبكتيريا اللي بتيجي علينا والموجات اللي احنا بنشوفها دي. بالصبع. فمحتاج حتى لو جسمي واجه اي تعب او اي انفلونزا موسميه فيقدر يقف قصادها ما يحصلليش المضاعفات. اخرنا البرد اللي احنا عارفينه، البرد الطبيعي. البرد الطبيعي عايزين نرجع نقول البرد الطبيعي بتاعي. صح. مش هده الجسم والحيل اللي بيصاحب العرق الغزير اللي بينتابنا الكلام ده كله، ده غير عظمنا. انا مهم جدا جدا موضوع العظام يا جماعه، لين او هشاشه العظام، امتصاص الكالسيوم، ترسيبه على العظم عن طريق فيتامين د الموجود في الكولوسيز، والبشره والصحه والجمال طبعا بتاعه. طب نتكلم يا دكتور بقى عشان دي حكايه للستات شويه. ياريت. موضوع الشعر والبشره. تمام. انه ازاي يقدر الكولوسيز يفيدني في بشرتي وشعري وضوافري، يعني مش حته بس احنا بنتكلم على المناعه والاعصاب والعظم والحاجات دي، احنا لينا حته كده صغيره بس هيقدر يفيدنا فيها. فيتامين الف، احنا بنلاحظ ان دايما اي كريمات بشره اي كريمات شعر يقول لك وغنيه بفيتامين الف. صح. طب هل انت جسمك غني بفيتامين الف؟ ده السؤال اللي عايزك تسال نفسك. طيب يبقى لازم انا اول حاجه جسمي يبقى عندي فيتامين الف ليه؟ لما اجي امسك حاجه زي الشعر، الشعر تخيلي ان انا بيقع مني 150 شعرايه في اليوم، ده المعدل الطبيعي. ده الطبيعي. المفروض ان يتم نمو 150 شعرايه قدامهم. فلو حصل النسب دي اختلفت، لا انا يا اما هيحصل لي طبعا حاجه مهمه جدا اللي هو موضوع ان شعري بقى خفيف. طب تخيلي ان فيتامين الف الكولوسيز بيأمن لك النقطه دي، بيقوي جذور الشعرايه ما تخليهاش تقصر بسهوله معانا، تقصف الشعر، تكسير الشعر، هيشان الشعر، كل الكلام ده بيديله نفس الرطوبه الكافيه البروتينات المفيده للشعرايه انها تبقى حتى فيها اخذه لمعان معين. طيب نيجي البشره، نلاحظ ان البشره عندنا فيها جفاف. لما يجي واحد يدخل في الشتاء يا دكتور، شايف ناس بيكون يعني ناس بس عندها جفاف في الشتاء بس، لا ده في ناس بيكون عندها جفاف اصلا في بشرتهم صيف. مظبوط. وشتاء. ممكن تقولي لي كم واحد اتعرض للموقف ده، ان حد قال له مالك وشك شاحب كده، فين الدمويه، ليه في مشكله معاك؟ ده بس لو فكر في مشكله معينه بتلاقي وشه بيتغير. صح. طب ليه؟ لان اوريدي عنده فيتامين الف قليل. فانا عايز اقول لو انت خدت الفيتامين الف الموجود في الكولوسيس بالتالي هيبقى الدنيا معاك في نظره في الوش. عشان هيورد يا دكتور. جدع. عشان يقول لك ده انا ايه لما نروح حتى اي مركز تجميل. صعب هنعمل جلسات تنظيف الكلام ده، فندخل نقول لها انا عايزه وشي يورد. يعني ما مش لازم اقعد اعمل كده، الاقي وشي لازم منور لوحده، فدي بتكون بسبب نقص فيتامين الف. فيتامين الف لما يكون هو مسؤول عن تنظيم الكولاجين في جسمي عن طريق البشره، فبالتالي بيقلل ظهور التجاعيد الوجه والكلام ده كله. دي حاجات يا جماعه مهمه جدا. طبعا. ده غير في حاجه مقلقه جدا جدا للسيدات،
وبص هي حاجه بسيطه اه بس قد ايه بتزعج الواحد. بسيطه اكيد طالما حضرتك قلت كده. مزعجه شويه الضوافر. الاظافر عندنا بنلاحظ ان احنا بنحافظ على الاظافر ما بنكسرهاش، بنحاول نربيها بشكل معين. ولو عملت اي حاجه في بيتي، عملت اي حاجه، شلت شنطه حتى بسيطه، بلاقي ظفر اتكسر، بقى فيه تشققات. الكلام ده مزعج جدا جدا بالنسبه للسيدات كتير جدا طبعا. فبالتالي لما يبقى عندي فيتامين الف، قبل ما اقول هعمل ايه موضعي واروح اشتري حاجات غاليه جدا، انا فيتامين الف اللي بيغذي الضوافر، بيكسبها لمعان صلابه، الكلام ده كله مهم جدا. يعني كل ده لفيتامين الف ده انا عايز اقول احنا وبرضه الرجاله دلوقتي دكتور بيهتموا قصه التجاعيد طبعا، مش بس السيدات طبعًا. يعني فكره طبعًا. ان انا لما اقلل ظهور التجاعيد انا مش همنعها، بس بالضبط. انا بدل ما تظهر لي على 30 سنه 10 15 سنه كده مظبوط. يعني بتلاقي دلوقتي دكتور يعني مش هنقول الستات بس، لا سيدات ورجال عندهم الخطوط التعبيريه من هم 20 و25 سنه بالمقارنه ببره اللي اخد عارف ان الاوميجا 3 وفيتامين ا مش باين عليهم ستات. مظبوط. طب بالضبط. ليه؟ لان هو اوريدي عمل حساب الموضوع ده من الاول من زمان. ده غير ان في حاجه مزعجه جدا انا عايز اقولها لك، يمكن بتزعج ناس كتير قوي، سيدات كتير قوي ورجال برضه، يبقى سن 30 سنه وظهرت شعرايه بيضه بسيطه وسط شعره، فبيحاول على قد ما يقدر ان هو يداريها او يشيلها مثلا او الكلام ده كله. لا، فيتامين الف بيقدر يديك النقطه دي، انه بيقلل ظهور الشعر الشيب الابيض المبكر في شعرنا. معلش نعيده ثانيه دكتور دي. تمام. دي في ناس بيكون عندها 20 سنه وتلاقي شعرها كله من جوه ابيض، وطبعا بتكون عاديه شويه للرجاله، لكن بتبقى للست ازمه كبيره جدا طبعا، مزعجه جدا. برد ده انا لسه صغيره. مظبوط. عشان كده فيتامين الف لو موجود بنسب كويسه عندنا الموجود في الكولوسيس، فبالتالي انا الظاهره دي اللي هي الشيب المبكر ممكن امنعها، بس الشيب العادي بقلله. احنا مش هنمنع الشيب بس هيبقى يتاخر بقى جدعة. يتم تأخير موضوع الشيب، لكن الشيب المبكر أنا بقدر أمنعه. بدل ما أقدر بعد كده أقعد أستخدم حاجات موضوعية كتير عشان أدري حاجة زي كده، وحاجات فيها كيميكال وحاجات مزبوط. تضر الشعر. الوقاية يا جماعة خير من العلاج. يعني الكلمة دي صح جدا في كل حاجة. مظبوط. وفيتامين ألف بقى حد حاجتين جد شوية بقى. رقم واحد مهم جدا جدا لمناعتي. تخيلي أنا بلبس كمامة دلوقتي، وكلنا بنلبس كمامة، وابن الصغير وزوجي بيروح بالزبط. وكل الناس بتخرج لابسه الكمامه دلوقتي. طب انا ليه بلبس الكمامه؟ الفيروس بيتنقل عن طريق الفم والانف. فدلوقتي بلبس اي فيس كمان عشان الاغشيه المخطيه بتاعه العين. طب ولا الملثمين يا دكتور؟ والله شفتي ده انا كمامه وفي بيلبسوا كمامتين وفيها الفيس شيلد وفي مليون حاجه على وشي. مظبوط. طب كل ده ليه؟ انا عندي فيتامين الف اوريدي لو بنسبه كويسه مسؤوليه كامله عن الاغشيه المخاطيه بتاعه الانف والفم والعين، فبالتالي بصعب نقطه اختراق الفيروس لجسمي بطريقه جامده، غير لما اكون بسهلها له. ده غير ان هو تخيل فيتامين الف الموجود في الكولوسيز داخل في تكوين كرات الدم الحمراء، داخل في تكوين الاجسام المضاده، داخل يعني ليه دور كبير جدا في الجهاز المناعي. ده غير تنظيم مستويات السكر في الدم بالنسبه لمرضى السكر. ده انا عايز اقوله. عشان كده يا جماعه لما باجي اختار مكمل غذائي، قبل ما اختاره اقول هيفيد مين وهيفيده ليه وهيفيده في ايه. حاجات كتير جدا جدا مهمه جدا بالنسبه لنا. وانا كطبيب عايز احسن حاجه للمشاهد بتاعي طبعا. انا بديها له اكيد. طيب الجرعه يا دكتور سريعا كده نفكر بيها حبايبي اللي بيتفرجوا. من سن سنه لسبع سنين كبسوله بتتفضى على اي حاجه بيحبها الطفل، مفيش اي مشكله خالص. من سن سبع سنين اللي بعد كده بياخد كبسولتين قبل الفطار على الريق، ياخدهم الصبح. طيب لو انا صاحب مرض مزمن، ضغط، سكر، قلب، حسيت صدر، اي حاجه، حتى لو كنت بتعالج من اي اورام سرطانيه وربنا يشفيهم يا رب ويشفي الجميع، اقدر اخد ثلاث كبسولات في اليوم، كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل. يعني اعتقد حضرتك ذكرت كل الفوائد الموجوده، ومفيش حد ممنوع انه ياخد المكمل الغذائي اللي هو كروزيد، يعني كل الناس تقدر تاخده بامان جدا. وفي الصيدليات زي ما حضرتك عارف. دي نقطه مهمه، دي يمكن اهم نقطه في الموضوع، ان انا وأأمن نقطة. اروح الصيدليه اخد او مزبوط. اطلب اسال على كروزيد واشوف يعني الورقه المرفقه بالعلبه عشان اعرف تفاصيل التفاصيل والمكمل مكون من ايه بالظبط. مظبوط. نورتي دكتور مصطفى، وان شاء الله يا رب لينا حلقه جايه كتير. ومبسوطه جدا ان احنا اتكلمنا في نقطه هتفيد ستات كتير يعني، وانا واحده منهم، على موضوع انه بيفيد كمان في ليه حاجات جماليه، شق جمالي أكيد. مش بس المناعه والعظم والحاجات الكتير اللي اتكلمنا عليها. نورتني وان شاء الله لينا حلقه جايه كتير مع بعض. ميرسي جدا. لسه فقراتنا ما خلصتش، هناخد فاصل سريع ونرجع ليكم من تاني نكمل فقرات برنامجنا. ما تروحوش في اي حته. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليه. دايما لما بنقرر ان احنا نخس او نعمل دايت، اول حاجه بنروح نعملها نشرب شاي اخضر
وجنزبيل وقرفه، لسه كنت بقول لدكتور خالد، وكمون وحاجات كده خلطه كتير، وانا عارفه هتخسسني، طب هتخني، طب هتضر الكبد عندي، طب هتعملي قرح لا قدر الله. يعني الفكره ان انا باخد حاجه ولا هي موصفاني ولا انا عارفه لو ما نفعتش هتضر ولا لا. كل ده بنعمله عشان نحاول ان احنا ننقص من وزننا، لكن منظومه خبير التغذيه دعاء سهيل بتهتم جدا جدا بانها تقدم الاعشاب والنباتات الطبيعيه المختلفه اللي بتساعد اي حد انه يخسر وزنه ازيد من غير ولا اثار جانبيه ولا مجهود ولا نزول ولا طلوع ولا مروح لا مشوار الدكتور، لا كل حاجه موجوده لحد عندك في البيت. كل الحاجات دي بتتقدم من خلال كورسات، ودي هنعرف اكتر واكتر تفاصيلها وازاي بتشتغل وازاي اقدر استفيد بيها فان انا انقص وزني في مده مش كبيره، ودي اهم حاجه. كل ده هعرفه من خلال دكتور خالد احمد غزالي استشاري النباتات الطبيه والممثل في منظومه خبيره التغذيه دعاء سهيل. برحب طبعا دكتور خالد الاول. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ لسه كنت بقول لهم خلطه الاعشاب لسه بقول دكتور خالد قبل الهوا، ب5 جنيه مرمريه، على 5 جنيه مش عارفه قرفه، على 5 جنيه كمون، وفي الاخر اروح اغليهم وكوبايه ما تتشربش، عارفه طعمها وحش. اه طبعا يعني، بس حطيتها جنبي كده. لا وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، يعني مش كل حاجه تنفع، يعني مثلا صح. واحد عنده ضغط دم شرب جنزبيل كتير مضر، القرفه كتير مضره للكبد. كويس، كل حاجه يبص حاجه، كل حاجه سلاح ذو حدين. طب مين اللي بيعرف الكلام ده؟ الناس المتخصصه. والنباتات الطبيه دي على فكره من اوسع العلوم اللي احنا درسناها، يعني كل ماده درسناها سنه سنتين ثلاثه. لا النباتات الطبيه دي في كليه الصيدله بندرسها من اعدادي لغايه ما بنتخرج بمختلف اشكالها، البذور والبحر ده بحر واسع جدا. وبعدين العالم كله دلوقتي بيتجه للطبيعه، صح، احنا يمكن مش حاسين بيها في مصر قوي، انما بره لو تقري مؤخرا يا دكتور دلوقتي بقينا بنهتم بده. بص حضرتك، وطبعا بنهتم بده لان هو النبات سبحان الله يعني فيه مميزات. يعني نقول لك على حاجه، من اقدم الادويه اللي قاعده مستمره في السوق للقلب اللي هو نبات لانوكسين اللي طالع من الديجيتالس، نباتات اللي مش عارف ايه، حاجات الكانسرز كلها طالعه من نباتات، الحاجات الجديده كلها اصلها نباتي. مش عشان اقول النبات ملوش اعراض جانبيه او له اعراض جانبيه، انما لازم يكون ليه علم. صح، كويس. فما بقولش اه في حاجات كويسه بتخسس، في وصفات، انا ممكن اقعد اقول لك دلوقتي 10 وصفات تخسس. بس انما ايه الحاله، ايه الحاله، ايه انت حالتك، ايه عندك ضغط، عندك سكر، عندك مش عارف ايه عندك. فاحنا جمعنا النباتات اللي هي السيف اللي ما فيش منها خطوره كتير، وما فيش منها خطوره خالص، ملهاش اي اعراض جانبيه، وابتدينا نديها للناس اللي عندهم سمنه. طيب انت تقول لحضرتك، طب انا افرض خدت بالزياده، يا ستي مين قال لك انك هتاخدي بالزياده؟ ده في راجل اخصائي تغذيه هيتابعك. في مثلا البيستا ممكن تاخد مره واثنين وثلاثه على حسب الحاله، على حسب الحاله، ممكن اخده الصبح، ممكن اخده قبل الغداء، ممكن اخده قبل العشاء. مين اللي بيحدد الكلام ده؟ الراجل اللي بيتصل معاكي، اخصائي التغذيه اللي بيطبق. احنا عندنا المنظومه بسيطه، واحد عنده سمنه او واحده عندها سمنه، يأس، عايز نظام، عايز يجرب، نقول يأس جرب حاجات كتير وقال لي خليها دي اخر المشوار. خلينا واضحين، يعني اصل حصل معانا، يعني اصل اي حد عنده زياده وزن عدى عليه كل الانظمه وكل الادويه وكل الفتاوى. لا الفتاوى دي قصه لوحدها يا دكتور. يعني الفتاوة. احنا دايما نعز قوي ايه، حد خس مثلا بريك، بس انت هاتي مش عارفه 5 جنيه ايه على 10 جنيه ايه، واعملي يحصل مضاعفات. يعني مش بس يا ريتها خست او ما خستش، لا ده جسمها حصل له ضرر. بالظبط، يعني يبقى اذا احنا لما نيجي نتكلم نقول اه جرب، ماشي تعالى. اول حاجه انت بتتصل بالتليفون، مش واحد طبيعي اللي بيرد عليك، مش كول سنتر. سوري الكلمه، في مش بياع، ده راجل دكتور ودارس ايه العلاج الطبيعي ودارس التغذيه ودارس ودارس. بيبتدي ياخد منك شيت، حالتك ايه، صحتك ايه، طولك ايه، وزنك ايه، في امراض مزمنه، في امراض مزمنه في العيله، في 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 طب عملت تحليل مش عارف ايه، كل الكلام ده بيعرف عنك، بيعرف قصه حياتك من اول ما ابتدى وزنك يزيد لغايه النهارده. ويبتدي يقول لك اه والله، طب انت عندك الحته الفلانيه دي مش شغاله كويس، ده بخبرته، ده علمه. طب احنا نديك كذا، عدى عليه حالات كتيره جدا. ما طبيعي، يعني طبيعي، في عدد كبير جدا متابع في المنظومه، فبالتالي كل المشاكل اعتقد عارفه معروفه. طب مثلا انت عندك ايه؟ مثلا عندي ما بكسرش دهون بسرعه، مش عارف ايه، طيب حركتي قليله، هنديك مثلا هنديك مثلا حاجه زي الراسبيري اللي هو التوت البري. التوت البري ده بيطلع انزيم اسمه انزيم اللايبيز. ما انا بقول للناس ايه اللي بيحصل جوه جسمك. انا بس الدكتور اخصائي التغذيه بيقعد يشرح الكلام ده؟ مش لازم، لا انا اللي بشرح. سالت مثلا، عايزه بقى احنا كستاب بنحب نسال على تفاصيل التفاصيل، بيشرح لي، ممكن يشرح لك ده بالك، زي ان هو يقول لك مثلا، طب انت ايه المشكله مثلا عندك؟ انا والله مثلا ما عندي كميات دهون مثلا متركزه في كذا وكذا وكذا. طب انا هديك حاجه هتدوب الدهون دي، هتخلي ايه الدهون؟ كويس، هتدوبها ازاي الدهون؟ هتبتدي تطلع الانزيم اللي بيكسر الدهون، يحولها لاحماض
دهنية حرة في الدم، الجسم ياخدها يستخدمها كوقود طاقة. طاقة. طيب واحد مثلا عندها مثلا دهون في البطن، كمية البطن دهون، طب والله طيب انا عايزة دهون كمية البطن، انا جسمي كويس قوي والبطن عندي هل كبيرة وكبيرة ومدقنه، دايما عند الستات كده عامل حمل يا دكتور، الولادة والرضاعة والحاجات دي. انا اقول لحضرتك ليه إن ليه ليه السيدات ذات بعد الحمل بعد ما بتولد تبص تلاقي عملت بطن. محدش عارف في الدنيا ده السبب ايه لحد دلوقتي؟ خالص بالاكل يا لا مش بالاكل، لا 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 مش بالاكل. بيحصل نوع من انواع هجره الدهون، هجره زي هجره الطيور كده، بتيجي من الشتاء اماكن البارده تاخد بعضها وتروح تقعد هنا، تروح لمنطقه البطن. لغايه دلوقتي السيدات بعد كده، انا برضو بقولها للسيدات بعد 45 سنه او بعد سن اللي هو توقف التبويض وكده، السيدات بتحصل مايجريشن برضو، الدهون اللي البطن تنزل، تبتدي تنزل على الرجلين، تبص تلاقي الست بطنها اللي نازله على رجليها، يعني بطنها يا دكتور بتنزل لتحت بتنزل لتحت بس يعني مش في مكانها وفيها دهون، لا بتاخد لا دهون بتنزل. في ستات بيبقى الدهون نازله مغطيه لغايه نص الفخذ، وممكن تكون بقيه جسمها مظبوط. انا بقى ماليش دعوه بقى، ما دي منظر يعني ما طبعا بيرجعوا يعني بقى العمليات وشد وصف ومين معايا فلوس وحاجات يعني المهم يعني. فانا بقول يا جماعه نخس واحنا اصحاء، نخس واحنا كويسين، نخس قبل ما يكون التخسيس ده صعب. لا لازم تخس، ما يبقى اجباري، يبقى حاله مرضيه اللي هو انا عندي أيوة مشكله عندي، مش هتتحل، عندي سكر، عندي خشونه مفاصل، عندي انزلاق غضروفي، عندي مش عارف ايه، عندي 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 مش قادر انام كويس، يبقى اذا انا لازم اخس. طب حد يا دكتور وصل للمرحله اللي هو ما بيتحركش، يعني الدهون عنده كتيره جدا، سنه كبير، في ناس يعني 60 و70 سنه، ربنا يا رب يديهم طول العمر، و80 و90 يعني سنه مش مرتبطه بفئه عمريه، صح. ووصلوا لحاله ان الدكتور قال لهم مثلا انت مش هينفع تغير مفصل او تعمل اي حاجه اجراء جراحي الا لما تخس. طبعا. هل الحالات دي بتقدر تخس برضو مع المنظومه احنا بسهولة؟ عندنا الناس فوق ال 70 سنه وخس ما شاء الله، وبتخس كويس جدا على فكره. اما تقول هو طبعا بصعوبه شويه، مش زي حد عنده 20 لا ايه الصعوبه بقى؟ الصعوبه ان انا عايز تعاون صعب منه شويه. بس يا دكتور هيبقى لما يلجا للمنظومه هيبقى جرب كل الطرق بالظبط كده، مش غير الحاجات الطبيعيه، الحاجات الطبيعيه بالزبط. والطبيعيه دي قلنا حاجات معينه، اول حاجه نباتات طبيعيه، نباتات مرخصه من وزاره الصحه، بيتابعك اخصائيين تغذيه اسبوعيا، بيبتدي ويقيم حالتك اخصائي تغذيه كويس. احنا هنا بنشرح النباتات بتعمل ايه، بخليك تاكل كل اللي نفسك فيه، بتشرب كل اللي نفسك فيه، وبتخس. احنا ليه بنقول من 8 ل 12 كيلو؟ اللي عنده 70 سنه و60 سنه وبتاع مش عارف ايه، فوق ال 45 عامه يعني، عشان بيبقى فيه ايه، في نسبه وتناسب بين التي 3 والتي 4 اللي هم هرمونات الغده الدرقيه، فبيبتدي الاختلاف ده بيحصل بعد 45 سنه. فاحنا بنحب نخس قبل 45 سنه، ولو عندنا 45 لا ما بقولش، لا بنقول بنحب يعني يفضل قبل سن 45 سواء رجل او سيده نبتدي نلجا لنزول الوقت. والبنات بقى من قبل سن الجواز، من قبل الجواز مهم قوي. الست اللي هتخس كويس قبل، البنت اللي هتخس كويس قبل سن الجواز هتجيب ولاد اصحاء ان شاء الله طول عمرهم، مش هيجي لهم سن. طب ايه العلاقه يا دكتور؟ العلاقه ان هي الام دي بتبقى واخده على كميه اكل كتير، الطفل بينزل وزنه كتير، بيبتدي عنده شراهة في الأكل، يعني ما لو الأم الحامل عندها شراهة في الأكل الطفل بيكبر أيوة عنده مبادئ سمنة من وهو صغير. بالظبط كده المعادلة يمكن ناس كتير كويس غريبة ده الكلام ده مش كلامي ولا كلام محطة مش في مصر، ده الكلام ده يعني عالميا في امريكا، هم اللي بيهتموا بالموضوع ده قبل وبعد، وبيهتموا بالسيدة الحامل خلال فترة الحمل بالظبط، لا وزنك ما يزيدش، خلي بالك هناك دايما يقول لها وزنك ما بينزلوا يجروا في الشارع هم حوامل، احنا مش شهر ثالث يعني يا دوبك يجي الشهر الثالث ده هات لي يا ابني الكرسي. احنا بنقول يا جماعه احنا لازم لما هتخسي عن طريق نباتات طبيعيه مرخصة من وزارة الصحة، أمنة 100%، ما لهاش أي نوع من أنواع التداخل مع الأدوية اللي أنت بتاخديها، ما تتعرضش مع أي دواء. بيبتدي واحد زي بيقعد يشرح لك طول ليه نشف من كتر ما شرحت كويس، حتى شرحت حاجات علمية يعني مش كل الناس هتستوعبها، لا بس حابة يا دكتور تعرف ده حقهم، سوري مش حابة، ده حقك، صح، حقك إنك تعرفي أنا بديكي إيه وهيعمل معاك إيه، صح كويس. بعد كده بيتابعك متابعه اسبوعيه من اخصائي التغذيه، فاذا انت مش بتتسابي للصدفه. زائد الراجل ايه ميزه اخصائي التغذيه عني؟
انا كخالد انا بقول لك انا راجل بتاع فارماكولوجي وبتاع نباتات طبيه وبتاع مش عارف ايه وايه وايه وداخلين شويه بطن محتوى الكورس بيعمل فيك ايه من جوه. طب الراجل ده كمان هو ايه متخصص فيه؟ متخصص في الاكل اللي تاكليه. هيجي يقول لك طب انت اخبار الميه ايه؟ هتقولي له والله انا مش بحب الميه. لا انت هتاخدي 3 لتر ميه في اليوم. ده انا بقول حاجات بسيطه وعارف اكتر من كده بكتير. الحاجات كمان الدكتور خالد بيقولها دي مالهاش علاقه بحد عايز وزنه يخس. ده الطبيعي. إيه تاني حاجه بتاخدي ايه؟ ايه الخضار اللي بتاكليه؟ والله انا بص ما بحبش الخضار بحبها. بيني وبين السلطه عمار. طب كم مره بتاكلي مثلا اكل جاهز؟ انا بشتغل ومش عارف ايه ويا دوبك بلحق الساندوتش كل يوم كده. طب في مقوله يا دكتور احنا دايما بنقولها، ده انا اكلتي قد اللقمه وبزيد. يقول لك اتفرج على ايه اكل وزني يزيد. بزيد من الهواء. بزيد من الهواء. طيب انا اقول حاجه، هل ده معقول الكلام ده؟ مش معقول. اللوجيك طب مش صح؟ نراجع. ما هو ميزه اخصائي التغذيه بقى زي ما هيعمل اللي انا بقوله لك بقى العالم. يجي يقول لك ايه؟ طيب حضرتك بتشربي الشاي بكام معلقه سكر؟ 3 معالق يعني. 3 4. انا عايز الحاجه تبقى معلقه. طب ممكن بتشربي عصاير؟ ده اصل العصير عصير البرتقال ممتاز. اصل شركه فلانه دي بتعمل لي العصير من غير سكر. بقعد اشرب عصير برتقال. طب اخبار المياه الغازيه؟ والله ما اقدرش اسيب مش عارف مين اللي اسمه ايه المتر جنبي افطار غدا عشاء. ما فيش غدا، ما احنا نقول هي ما بتاكلش يعني. احنا بناكلش. فدي مشكله المشاكل. احنا يا جماعه السعر الحراري هو هي مقولة كده بيقول أكبر دكتور في العالم مش في تغذية، هو أكبر دكتور في العالم في الحاجة اسمها الميتابوليزم اللي هو الأيض، عملية الأيض داخل الجسم. الأكبر دكتور بيقول لي يا جماعة السعر الحراري هو سعر حراري، سواء واخده من جاتوه أو واخده من بسبوسة أو واخده من جزر أو من جزر من جزر. طب من أنا عندي سؤال بقى في الحتة دي، وأعتقد يعني ستات كتير هيبقى عندهم نفس السؤال الداخلي اللي جواه ده. اتفضل. أنا دلوقتي مثلا ليا 1000 سعر في اليوم. كويس. تمام؟ يعني كويس. دكتوري سامحني إن أنا ليا 1000 سعر في اليوم. ماشي. أخدت ال 1000 سعر دول من حاجتين هاكلهم فيهم سكر. كويس. مثلا خدت 500 سعر من جاتوه، 500 سعر من كويس بسبوسة. حلو قوي. وقعدت طول اليوم ما أكلش. خلاص. ماشي. يعني أنا كده في السليم؟ بس هتفضلي طول اليوم جعان. هي دي طول اليوم دايخة. السكر ده هيدخل معدتك، الحاجات الكربوهيدرات ما بتقعدش في المعده، النشويات ما بتقعدش في المعده. طب يعني لو جيت على نفسي وما اكلتش خلاص يبقى انا كده تمام؟ خدت تمام، خدت ال1000 سعر بتاعتي خلاص. ما احنا قلنا هي عمليه سعرات، تاخدي سعرات كتير ما بتحرقيهاش وزنك بيزيد، تاخدي سعرات قليل وبتحرقيها وبتحرقي بالزياده وزنك هيقل، بتاخدي اللي بتاخديه هو اللي بتحرقيه وزنك يثبت. يعني الفكره مش في النوع، نوع الاكل، كميه السعرات. ما عشان كده لما بقول احنا لما بنقول ما فيش حرمان ليه، انا بقلل لك من كميه الاكل اللي بتاكليها. بتاكلي كل حاجه، ما بتاكليش بسبوسه، ما بتاكليش كنافه، ما تاكليش. زائد خلي بالك بقى ايه الميزه بقى عندنا؟ عندنا البيستا والكيرفي والبيسليم والاناسيليوم اللي هي الحاجات اللي فيها والسيليوم والكلام ده كله. دي عباره عن الياف، الالياف بترقد في المعده شويه زي الفول كده. لما تفطري فول الصبح غير لما تفطري بيض اومليت، غير لما تفطري لقمه بجبنه، غير لما تفطري مثلا حته جاتوه او حته ساليزون او كيكه والحاجات ساليزون والكيكه وهو الى اخره. تبص تلاقي نفسك ساعتين زمن هتموت. والله ما بنكمل ساعتين يا دكتور. شفتي هي نص ساعه وتحس عايز تاكلي، عايز تاكل حاجه تاني كانك مكلف كويس. بس انما لما تاكلي مثلا ساندوتش فول تبص تلاقي نفسك بتاكلي ليه؟ في الياف دايما، البقوليات مهمه والبروتين مهم. بيتابع معايا الحاجات دي كلها طول مده الكورس عشان يقدر يديني افضل نتيجه، زي ما دكتور خالد دايما بيقول من 8 ل 12 كيلو شهريا، وده اعتقد رقم حلو جدا، مش كبير قوي ومش قليل، ويعني حتى اقل رقم حلو جدا اللي هو 8 كيلو. نورتي دكتور خالد، مبسوطه جدا بوجودك معايا، وان شاء الله يا رب لينا الحلقات الجايه اكتر واكتر مع بعض إن شاء الله. ونشرح للناس قد ايه الكورس بيشتغل داخليا على حرق السعرات وعلى تنظيم حركه المعده وحاجات كده. بقى جمال. دلوقتي جميله. دي اهم نقطه. صح، دي اهم. يعني ان شاء الله يا رب كل الناس تكون احسن صحه واحسن حال، ودايما يا رب لينا حلقات جايه كتير مع بعض. ان شاء الله. نورتوني يا دكتور. نورتوني انتوا كمان. حلقه سهله جدا وبسيطه، كل حاجه ان شاء الله تنزل على صفحتي بالتفصيل، مطبخ توته مراد. اشوفكم بكره على خير، السلام عليكم.